السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ عزابي لتربية كوين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والله يسهل لكم إن شاء الله تكونوا من الناجحين في مباراة التعليم. إذا غادي نكملوا سلسلة الدروس ديالنا، وإن شاء الله على ما أظن يكون هذا آخر درس في سلسلة دروس اللغة الفرنسية، ولا غادي يخلص لنا لي فيغور دو ستيل. دونك غنشوفوا حنا هاد لي فيغور اللي كتعطى غايبا ودائما في كل امتحان كونكور كتحط هاد الدرس هاد. دونك ان شاء الله غنشوفوا جميع لي فيغور دو ستيل، وغادي نحاول ان شاء الله الا كان بامكاننا اننا نقسموا هاد، غنحط لكم دابا لي فيغور دو ستيل لي بلوز يوتيليزي، ومن بعد ان شاء الله في درس اخر يعني الجزء الثاني ديال هاد فيغور دو ستيل غادي نحط لكم يعني لي فيغور دو ستيل الاخر يعني الثانويين ربما يتحطوا ولا ما يتحطوا. غنحط لكم في هاد الفيديو غير لي ستيل لي بلوز يوتيليزي اللي كي دائما كيداروا في هذا كاع لي فيغور لي بلوز يوتيليزي، غادي تحطوا في هذا الدرس ان شاء الله. ما تنساوش الله يخليكم الدعم ديالكم للقناه، وكذلك دعواتكم الصالحه لي والمغفره والرحمه للوالدين، ونخليكم كما دائما مع الدروس السابقه ونلصاكم من بعد. والله يخليكم دائما كنركز عليه بعد وعلى اي عنصر ديال التشويش وديال التركيز. راه الا كان التشويش والتركيز راه ما غاديش تفهموا في هذا الدرس هذا. حاولوا تخلوا تفرجوا فيديو، خليوه في وقت يكون عندكم ما عندكم لا ولا لا خاوي لا صداع لا حتى شي حاجه، حبذا انه يكون بالليل ولا بالعشيه ملي كيكون السكات، باش الدرس يكون مفهوم وما كتهرب لكم حتى شي معلومه. دونك خليكم كما قلت لكم مع الدروس السابقه، ونلصاكم ان شاء الله من بعد. اذا قلنا غنشوفوا ان شاء الله لي فيغور دو ستيل، وكما قلت لكم راه غنشوفوا في هاد الجزء الاول غير لي بلوز ايتي لي فيغور لي بلوز ايتيز ان شاء الله غادي نشوفهم. هذا تبع معايا مزيان وركزوا. دونك شنو هو بعد هاد لي فيغور دو ستيل؟ دونك اون فيغور دو ستيل سي ان بروسيدي كي كونسيست ا روندر سو كو لون فو دير بلو اكسبريسيف، يعني نخليوه عنده المعنى اكثر، عنده واحد القيمه معنويه اكثر. بلو امبرسيون يعني كيأثر، عنده تاثير، وكذلك اكثر اقناعا. هادشي اللي كيتحتاج لي فيغور دو ستيل. دونك كذلك دونك هاد لي فيغور دو ستيل اللي ايتيليزو اون ليتيراتور، يعني غالبا كتحتاج الادب، وخاصه الادب اللي عندهم ادب فرنسا راه كيكونوا عارفين هاد الامور. دونك دون لي بو ديسكور مي يعني كنحاولوا كنطلعوا به النيفو ديال لا ديسكسيون اللي كتكون. وايضا كيتحتاج حتى في لا لونغاج كورون. دونك اوتخو مو دي ان فيغور دو ستيل بيرمي دو كريي ان افي، كيخلق لنا واحد التاثير على اللي موجه له الخطاب. دونك سواء كان هذا الخطاب كتابيا ولا بارلي شفويا. دونك غنشوفوا دابا هاد لي فيغور دو ستيل، هذا دو كمدخل فيغور دو ستيل باش تعرفوا حتى لا سولكم تعرفوا باش تجاوبوا ان شاء الله في الشفوي. اذا غنبداو بالدرس ديالنا وغنشوفوا الاول فيغور دو ستيل اللي هي لا كومباريزون، اللي هي اسهل وحده، اسهل وحده غتعرفوا علاش اسهل وحده. Donc quand je fais on va prendre ces phrases. Tes yeux sont noirs comme du charbon. Tes yeux sont noirs comme du charbon. Donc il a lâché sur une idée de jumelé hadi. Je ne sais pas. Quand lâché, on est quand qu'arno. اللون ديال العين اللي عنده اسود بحال الشاربون. دونك الا لاحظت هنا عندي واحد المقارنه، فوالا عندي كومباريزون اللي كان بالعربيه المقارنه. دونك هنايا اللي طابلي ان رابور دو ريسامبلونس، عندي واحد التشابه، كنعطي واحد التشابه بين دو زيليمون، لو كومباري اي لو كومبارو، لو كومباري اي لو كومباري. دونك لو كومباري هنا عندنا هو العينين، يعني اللون ديال العينين اسود بحالاش، لو كومبارو هو الشاربون. دونك وركزوا على هذا وسطروا عليها à l'aide d'un outil de comparaison. ركزوا عقلوا عليا مزيان، لا كومباريزون دائما كتكون أليد بواسطه واحد الاداه ديال المقارنه اللي هي هنايا ها هيكم. وعندنا بزاف ديال الادوات المقارنه بحال اللي كتشوفوا موان كو ولا بلو كو ولا انسي كو ولا كوم ولا تيل كو، هادو كاملين سو سون دي زوتيل دو كومباريزون.
دونك دائما في لا كومباريزون باش تميل الا عطاو لك في الامتحان الا كانت عندي ان نوتي دو كومباريزون راه تختار لا كومباريزون على هذاك الفيغور دو ستيل اللي كنهضروا عليه ولا كومباريزون. دونك هذا هو الوتيل باش تعرفوا. غنعطيكم مثال اخر عندنا كذلك اللي سومبلال اللي سومبلابل اسامير يعني كتشبه الما. دونك الا لاحظتوا هنايا فين هو لوتيل دو كومباريزون ها هو سومبلابل يشبه راه بحال بحالكم نقدر نقول اي لي كوم سامير ولا سون فيزاج اي كوم سامير. دونك سا سومبل حتى هو ان لوتيل دو كومباريزون. دونك هنا دائما كيكون اليد دو كومباريزون هاد لي فيغور دو ستيل دائما هاد المقارنه كيكون اليد دو دان لوتيل دو كومباريزون هذا هو باش تميزوا بها لا كومباريزون. ندوزو للثاني الميتافور. غنشوف احنا هاد الميتافور حتى هو هاد الميتافور علاين كيشبه هذا كيشبه سميتو لا كومباريزون كيشبه لا كومباريزون. دونك هنايا ناخذ هاد الجمله فوالا لا مير اي تان ميغوار لا مير اي تان ميغوار. دونك حنا كتعرفوا ان هاد المثال دائما كيتقول هو ان البحر هو مراه البحر هو مراه. والا لاحظتوا هنايا شنو درت هنايا هنا درت كذلك واحد التشبيه بين البحر والمرآه كاينه ولا ما كايناش ولكن شنو الفرق بينه وبين سميتو لا كومباريزون. الا لاحظتوا هنا درت تشبيه ياك ولكن هذا التشبيه ما كاينش لذاك لوتيل دو كومباريزون ما كايناش. دونك لي ميتافور حتى هو سيت اون كومباريزون مي سون زوتيل دو كومباريزون يعني بلا اداه ديال المقارنه بحال شنو حنا كوم ما قلتش كون قلت لا مير اي كوم ان ميغوار هنا تقول لي السيد راه كاين واحد لوتيل دو كومباريزون دونك سيتو هاد الفيكور دو سي سيت اون كومباريزون. ولكن الميتافور كتكونش في هاد لوتيل دو كومباريزون سي اون كومباريزون سون اوتيل دو كومباريزون. دونك لي تيرم سون بري او سونس فيغور يعني كيكونوا ضمنيا كتفهمهم نتايا لا مير اي تان ميغوار. نعم دونك هذا هذا كما قلت لكم سي تان الفيغور دو ستيل ميتافور. نعطيكم هذا مثال ثاني باش تزيدوا تفهموا طون كور اي تان كوفر فور. لاحظوا هنا شنو قلت طون كور اي تان كوفر فور يعني مسدود عليه بحال واحد الكفر مسدود عليه قوي. دونك هنا لاحظتوا ما كاينش هنا كون كومباريز. دونك هنايا درت واحد لو كومباري الكور اللي هو هذا هو القلب والاخر الكوفر فور لو كومبارو يعني شبه عطات واحد التشبيه عطات واحد المقارنه يعني عطات واحد التشبيه بيناتهم ولكن سون زوتيل دو كومباريزون. دونك هذه هي الميتافور هذه هي الميتافور. دونك الا فهمتوها الا كان شي سؤال ولا استفسار مرحبا انا باش راه نعطيو تمارين ان شاء الله باش تفهموا هاد الميتافور مزيان. دونك ندوزو لهاد الفيغور دو ستيل الثالثه بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون اللي هي التشخيص يعني بالعربيه. دونك نشوفوا هاد ناخذ هاد المثال لا نيج اي طون سون مونطون بلون سور افران. لا نيج اي طون سون مونطون بلون سور افران. دونك هنايا قلنا على ان الثلج يعني طلق هذا المعطف الابيض ديالو على افران كما كتعرفوا في الثلج راه كيكون كلشي ابيض فيها. دونك حنا عطينا هنا كذلك التشبيه ولكن هنا شنو درت لاحظ على ان شكون اللي كيدير شكون اللي كيلبس المونطون شكون اللي هذا اللباس شكون اللي كيلبس صابي كيصابي غتقول لي السيد راه هو الانسان اللي معاه هو اللي كيدير. دونك هنا شنو درت هنايا هنايا شنو درت فوالا جي ريبريزونتي اون شوز ولا هاد لي دي سو لي تري دون بيرسون يعني مثلت عطيت لا نيج المثال اللي كيديرو عطيتو واحد جاتريبي لو كاركتيرستيك اللي قلنا سابيمون على ما ولا الكومبورتمون بصفه عامه ايما ا دي زانيمو او بيان دي زوبجي هو هذا عطيت جي اتريبي لو كاركتيرستيك ديال سابيمون ديال لابيمون لما عطيتو لا نيج واش لا نيج كيلبس. دونك هاد الميزه ولا المميزات اللي كتكون عند الانسان كنعطيها لواحد سواء كان واحد الحيوان ولا واحد الجماد. دونك هنايا هذا كيتسمى التشخيص عطينا واحد الميزه ولا الميزات اللي كتكون خاصه غير بالانسان فقط فوالا ال ريبريزونت ان شوز او اون ايدي سو لي تري دون بيرسون يعني كتكون خاصه غير بالانسان ولا واحد السلوك بحال مثلا غير الانسان اللي كيديرو ما
حنا عطينا لواحد كما قال حيوان سواء كان جامد، دونك هنايا اللي باش شكل كيلبس غتقول استاذ راه هنا شخصي الثلج بالانسان بالليبه، يعني عطيتيه واحد الكاراتيرستيك ديال لابيمون يعني اللباس شكل كيلبسو كيلبسو غير الانسان، وعطينا حنا هنلانيش. دونك هذا هي لا بيرسونيفيكاسيون، مي تحس بها ان عطينا واحد الميزه ولا واحد السلوك كيمتاز به غير الانسان، عطينا لواحد الحيوان ولا جماد، عرفوا هذاك راه تشخيص لا بيرسونيفيكاسيون. دونك نعطيكم مثال اخر باش تزيدوا تفهموا. دونك فوالا لو ديستا اون بوين كي ايل فو كون ايل فو، دونك هنايا الديستا يعني القضاء ولا القدر، دونك كي ياخذ كيخطف لنا اللي بغى فوق تما بغى، ماشي هكا نعرفوا كل واحد وعنده الاجل ديالو كي ايل فو كون ايل. دونك هنايا شخصنا شكون اللي كيخطف شكون اللي كيحيد ولا كيدي كياخذ، غتقول الاستاذ هو الانسان. دونك هنايا شنو درنا؟ عطينا واحد الكاراتيرستيك ديال لومبوينمون لو ديستان، لانه ماشي هو راه جامد هو بواحد الفكره، عطيناها حنايا سميتو هذا لهذا لو ديستان، هي كيمتاز بها غير الانسان، ولكن حنايا شخصناها، شخصنا هنا لو ديستان، شخصناها باغ هاد لو فيرب ديال اونبواني اونبواني كي يلفو كون كي يلفو كون يلفو. دونك هنا عندنا تشخيص، تعقلوا عليه هذا التشخيص. إذن هذا فيما يخص الجزء الأول اللي تعرفنا فيه هذه الثلاثة ديال الأنواع ديال الفيغور دو ستيل، والجزء الثاني إن شاء الله غادي نشوفوا فيه لي زوطخ الفيغور دو ستيل مع كذلك التمارين التطبيقية إن شاء الله. دونك الجزء الثاني في الدرس رقم 21 غتلقاو فيه الجزء الثاني مع التمارين ديال هذا الدرس الأول، وكذلك كما قلت لكم مع الأنواع الأخرى اللي كيتستعملوا، وغنعطي إن شاء الله في التالي نموذج الامتحان بحال اللي كيتحط لكم في الكونكور إن شاء الله. دونك خليكم إن شاء الله مع الجزء الثاني ونلتقي.